أخبار غريبة وسريعة. بوتين يقول من الممول. بوتين يتهم صراحة كييف بالوقوف وراء هذه الكارثة التي حدثت في موسكو. هجوم موسكو والتي راح ضحيتها 150 واحد و 285 مصاب والعدد قابل للزواد. فبوتين النهاردة خطب خطاب، يا أولاد أنا عايزك تركز معاه في الكلمتين دول، لأن ماريا شاراكوف اللي هي المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت كلام حكم، قالت كلام الست دياتي مش سهلة خالص. قالت لك إن أمريكا قد وقعت في الفخ، أمريكا وبريطانيا وقعت في الفخ. إزاي يا بنت عم وقعت في الفخ؟ قالت لك إيه؟ أمريكا وبريطانيا حذرت رعاياها يوم 7 مارس من الذهاب إلى التسوق وإلى الحفلات الموسيقية، ولم تخبر السفير الروسي لدى واشنطن بأي معلومات. من أين جاءت أمريكا بهذه المعلومات؟ دي أول نقطة. أمريكا منين جت بالمعلومات دي؟ لابد أنها اعترضت بعض المكالمات بالشفرة الخاصة ومن ثم بنت معلوماتها. فلماذا لم تحذر أمريكا أو بريطانيا؟ لماذا لم تحذر السفير الروسي لديهم؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا صارعت أمريكا باتهام داعش في خراسان في أفغانستان قبل هم ما يعلنوا؟ يعني أمريكا، خد بالك انت من النقطة دي مهمة جدا، ما هو بيقول لك ليه وجعت في الفخ، قال لك ليه أمريكا هي اللي اتهمت قبل ما تعلن داعش في ولاية خراسان في أفغانستان عن مسؤوليتها. يعني هم اتهموها قبل هي ما تعلن. خد بالك، ركز معايا من الكلام رايح فين وجاي منين، لأن الكلام تجيل وتتحشروا ليه في التجيل وشيل الحمل مش ليكم. فبوتين النهاردة خطب قال لنا ايه؟ قال لهم احنا ما يهمناش شوية العيال اللي احنا قبضنا عليهم دول، لان هم قبضوا على 11 واستجوبوا 4، والنهاردة قبضوا على واحد كان طالع مستخبي فوق الشجرة، وشفنا طبعا الصور والحاجات دي كلها. فبوتين قال لهم يا جماعة احنا مش مهم دي شوية، دي دول مجرد أداة، دول أداة للتنفيذ، لكن نحن يهمنا من هو الممول، مين اللي مول العيال دي، وهم ليه كانوا طالعين ناحية كييف. فهو بيتهم كييف صراحة بشكل واضح، فلابد من ردة فعل غير عادية لحتى هذه اللحظة. يعني العالم كله منتظر ان هيكون ردة فعل غير عادية بالنسبة لبوتين، لان عرش روسيا قد اهتز كما اهتز عرش امريكا في احداث 11 سبتمبر. فهم دلوقتي في هذه النقاط، هو بوتين قال لك من الممول، مين اللي جاب العيال ديت؟ اوكي العيال دي هم تجوم مش عارف منين، من تليجرام وجوم بتاعه وكده وطاجيكستان والكلام، لكن مين اللي سهل لهم؟ مين اللي دخلهم؟ مين اللي كان عايز يهربهم ناحيه كييف؟ يبقى اظن كده والله اعلم زيلينسكي هيكون في خبر كام، هيروح فطيس. يعني هتكون الخطوه الجايه بالنسبه لبوتين وبالنسبه للكي جي بي وبالنسبه للمخابرات الروسيه هو الحصول على زيلينسكي حيا او زي بريغوجين كده. فانتوا اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، من الممول؟ هل حدس بوتين؟ اصل الراجل ده مش سهل، الراجل دواتي مش جاي من ورا، مش كان بيفتح محل حلويات بوتين ها؟ ولا كان بيشتغل بيعمل زلابيه، ولا كان بينفخ عجلات؟ ده راجل جاي من خلفيه مخابراتيه، الراجل كان جاسوس اصلا، وكان جاسوس في المانيا وقضى سنين كتيره جدا، ففاهم الدهاليز والالعاب دي، ان دي عمليه اتس اوكي، ولكن مين فالراجل دماغه مش سهله يعني. فانا عايزك تكتب لي انت من الممول، مين اللي يقدر يكون حط التاتش اللي مول وراح منسحب في اللحظه الاخيره وساب العيال ده ماتت ككبش في ده. اكتب لي رايك في التعليقات، لان رايك مهم جدا عن من الممول وردة فعل روسيا في المرحلة القادمة. وهل يمكن أن نقول على زيلينسكي، خليكم فاكرين، هل يمكن أن نقول على زيلينسكي إن هو لعب في عداد عمره زي ما عملها بريغوجين؟ وإيه؟ وشكراً.